بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، أن المأموم لا تجب عليه القراءة لا في صلاة السر ولا في الجهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ الإسلام رحمه الله يشرح قول الموفق في عمدة الفقه في مسألة قراءة الفاتحة. ذكر الفصل الأول في حكم قراءتها على وجه العموم، وأنها لابد من قراءتها في الصلاة، وأنها إذا لم تقرأ في الصلاة فهي خداج كما في الحديث لا تصح. وفي هذا الفصل، الفصل الثاني، أنها لا تجب على المأموم، وإنما وجوبها على الإمام والمنفرد، أما المأموم فتكفي قراءة الإمام. فقراءة الإمام تسقط الركنية، تسقط الركنية. وقد اختلفوا في هل تسقط الوجوب عن المأموم أو لا تسقطه على قولين. القول الأول أنها تجب على المأموم وليست ركنا، إنما هي واجب. وقد سمعت الشيخ بن باز رحمه الله وقرأت له أنه يقول هذا القول، أنها ليست ركنا في حق المأموم وإنما هي واجبة. والجمهور على أنها ليست واجبة في حق المأموم، لا ركن ولا واجبة، لكن إن تمكن المأموم من قراءتها في سكتات الإمام فهي مستحبة، وإن لم يتمكن فإنها لا يستحب قراءتها ومنازعة الإمام وهو يجهر. وهذا كله سيأتي في هذه الفصول. نعم. الفصل الثاني، أن المأموم لا تجب عليه القراءة لا في صلاة السر ولا في الجهر من غير اختلاف في المذهب. في المذهب الحنبلي يعني أنها لا تجب على المأموم، وإنما تستحب له في سكتات الإمام، خلاف القول الثاني أنها تجب على المأموم. نعم. من غير اختلاف في المذهب، حتى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك يقول: ما سمعت أحدا في الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقرآن لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. هذا الشيخ الإمام أحمد رحمه الله على سعة علمه وروايته يقول: ما سمعت أحد يقول إن المأموم إذا لم يقرأها لم تصح صلاته. هذا محل إجماع أنها تصح، لكن هل يكون ترك واجبا فقط أو ترك مستحبا؟ نعم. وقال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني الإمام أحمد، نعم، وقال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في الحجاز، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا سفيان في أهل العراق، وهذا سفيان الثوري يعني، نعم، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهنا الليث في أهل مصر. ما قالوا الرجل إذا صلى خلف إمامه ولم يقرأ
هو صلاته باطلة. نعم، هؤلاء الأئمة أئمة الأمصار أيضا ما قالوا إن المأموم إذا لم يقرأ خلف إمامه فصلاته باطلة، وإنما يقول من يقول منهم إنه ترك واجبا، وبعضهم والكثير منهم يقولون ترك مستحبا، صلاته صحيحة عند الجميع. نعم. أما إذا جهر الإمام فالأدلة عليه كثيرة. أما إذا جهر الإمام فالأدلة على أنها لا تشرع للمأموم القراءة الأدلة عليه كثيرة، منها قوله تعالى وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الإمام وإذا قرأ فأنصتوا، هذا في الصحيح. نعم. وأما إذا خافت فيدل عليه وجوه. نعم، أما إذا خافت الإمام ولم يجهر بالسرية مثلا أو سكت للنفس الجهرية فللمأموم أن يقرأ الفاتحة، منهم من يقول يقرأها استحبابا ومنهم من يقول يقرأها خروجا من الخلاف. نعم. وأما إذا خافت فيدل عليه وجوه أحد، يدل على أنه لا يجب على المأموم وجوه كثيرة. نعم. أحدها ما روى موسى ابن أبي عائشة قال سألت عبد الله ابن شداد ابن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر. عبد الله بن شداد هذا من التابعين، قال سألت عبد الله بن شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ورجل خلفه يقرأ وبجنبه رجل فجعل يومئ إليه وينهاه، يعني الرجل الذي بجنبه يومئ إليه يسكت وينهاه عن القراءة. نعم. حتى عرف المنهي أنه ينهاه عن القراءة. نعم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال المنهي ما إقبالك علي؟ أتنهاني أن أقرأ القرآن؟ فقال أتقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا؟ فقال المنهي يا رسول الله إن هذا ينهاني أن أقرأ خلفك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. من كان له إمام فقراءته، أي قراءة الإمام له أي للمأموم قراءة، يعني تكفي قراءة الإمام. وهذا الحديث الصحيح أنه مرسل، أنه مرسل من رواية عبد الله بن شداد، ولكن هذا المرسل احتجوا به يدل على أنه احتجوا به، وله أيضا شواهد تؤيده. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه سعيد وأحمد وغيرهما، وهذا حديث معروف ثابت عن موسى ابن أبي عائشة، وقد أسنده بعضهم عن جابر، والمشهور عنه مرسلا لوجوه. المشهور أنه مرسل، ولكن له ما يعضده من الأدلة، وأيضا احتج به كثير من أهل العلم. نعم. والمشهور عنه مرسلا لوجوه، أحدها أن الذي أرسله احتج به. نعم. فلولا أنه قد حدثه به ثقة ما جاز الاحتجاج به وهو من كبار التابعين. نعم. الثاني أنه قد عضده أقوال الصحابة كما سيأتي. عضده أقوال الصحابة، عضد هذا المرسل احتج به. نعم. الثاني أنه قد عضده أقوال الصحابة كما سيأتي، وذلك نص وحجة على من لا يقول بالدليل المجرد. نعم. الثالث أنه روي من غير هذا الوجه فليعتضد به ما يعضده. أنه روي من غير هذا الوجه
موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيكون هذا يعبد المرسل. نعم. الرابع أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة، أن هذا المرسل شهد له ظاهر الكتاب والسنة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له يشهد له، وإذا قرأ فأنصتوا هذا يشهد له أيضا. نعم. الخامس أن الإمام أحمد وابن ماجه رواه من حديث جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون موصولا من هذا الطريق موصول. نعم. أنه قال من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه الدارقطني من حديث ليث وجابر عن أبي الزبير وجابر الجعفي رواه الدارقطني من حديث ليث. نعم. وجابر عن أبي الزبير. نعم. وجابر الجعفي قد وثقه سفيان وشعبة. جابر الجعفي هذا فيه كلام، لكن وثقه من وثقه من الأئمة، والذين طعنوا فيه لم يطعنوا فيه من ناحية روايته، إنما طعنوا فيه من ناحية مذهبه، لأنه فيه تشيع. نعم. وجابر الجعفي قد وثقه سفيان وشعبة، وقال أحمد لم يتكلم فيه لحديثه بل لرأيه. لم يتكلم في حديثه، إنما تكلم في رأيه لأنه يرى رأيا مخالفا للعقيدة. نعم. وليث قد حدث عنه الناس وقد تكلم فيهما في الجملة. نعم. لكن الحديث محفوظ عن جابر، رواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نعم. فإذا كان للمستمع أجرين. نعم. وللقارئ أجر. هذا وجه آخر. نعم. فإذا كان للمستمع أجرين وللقارئ أجر فلا حاجة. إذا كان إيش؟ يقول فإذا كان للمستمع أجرين. ما يصلح هذا من ناحية العربية. مستمع أجران، للمستمع هذا الخبر مقدم، خبر كان مقدم، وأجران هذا اسمها مؤخر، يكون أجران. فإذا كان للمستمع أجران وللقارئ أجر فلا حاجة إلى القراءة معه، إلى القراءة مع الإمام، لأن أجره بالإنصات لا بالقراءة. نعم. ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الإمام القراءة وخالجه إياها، وهذا من الوجوه أيضا، أنه إذا قرأ والإمام يجهر فإن الإمام ينازع القراءة، يحصل تشويش على الإمام، فالإمام يتشوش في قراءته، والمأموم لا يقرأ قراءة يكون مطمئنا إليها، وإنما يقرأ قراءة مشوشة، وهذا شيء مجرب، أنك إذا قرأت والإمام يقرأ تتشوش أنت، ولا أنت الذي سكت واستمعت، ولا أنت الذي قرأت قراءة غير مشوشة، هذا تشويش على الإمام والمأموم القارئ وعلى المأمومين الذين بجانبه، هذا شيء مجرب. نعم. ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الإمام القراءة وخالجه إياها، وربما منع من يليه من كمال الاستماع والإصغاء، يشوش على من بجانبه. نعم. وفاته هو الاستماع والإنصات، ولم يكد يفقه ما يقرأه. يعني ثلاث مفاسد إذا جهر والإمام يجهر، ثلاث مفاسد: أولا أنه ينازع الإمام، ثانيا أنه يشوش على من بجانبه، ثالثا أنه هو أيضا لا يقرأ قراءة سليمة، إنما تكون قراءة مشوشة، ولا لا هو بل اللي سكت واستمع، ولا هو اللي قرأ قراءة
يستفيد منها، وإنما هي مناهبة، قراءة مناهبة مع الإمام. نعم. وفاته هو الاستماع والإنصات، ولم يكد يفقه ما يقرأه من أجل إسراعه بالقراءة واشتغاله بقراءة الإمام، ومثل هذا لا يكون مشروعا. مثل هذا لا يكون مشروعا في الصلاة ما دام تجتمع في هذه المحاذير. نعم. ومثل هذا لا يكون مشروعا إلى التحريم أقرب منه إلى الاستحباب أو الإيجاب. نعم. ولأن القراءة في حال الجهر منهي عنها، والاستماع واجب، فكيف إذا قرئ القرآن فاستمعوا له؟ هذا أمر من الله، والأمر يقتضي الوجوب. الاستماع واجب، والقراءة والإمام يقرأ منهي عنها. نعم. ولأن القراءة في حال الجهر منهي عنها والاستماع واجب، فكيف يترك ذلك لقراءة الفاتحة وهي مستحبة للمأموم؟ نعم. ولأن حقيقة المهتم هو المتبع المقتدي للإمام في أقواله وأفعاله. لأن هذا يخالف الائتمام، هذا يخالف الائتمام. المطلوب منك تقتدي بإمامك، ومن ذلك أن تستمع لقراءته، من الاقتداء أن تستمع لقراءته. فإذا قرأت فاتك الاقتداء. نعم. ولأن حقيقة المؤتم هو المتبع المقتدي للإمام في أقواله وأفعاله، كما قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي استمع له. فإذا قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل، فاتبع قرآنه، يعني استمع له. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يهتم حينما ينزل عليه القرآن، يهتم بحفظه وتلقيه، فالله نهاه عن ذلك وتكفل له بأن يسهل عليه حفظه وتلقيه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان يقرأ وجبريل يقرأ، من الحرص منه صلى الله عليه وسلم على حفظ ما يوحى إليه، فنهاه الله عن ذلك: لا تحرك به لسانك، يعني لا تقرأ وجبريل يقرأ، لتعجل به، إن علينا جمعه، جمعه لك في صدرك، وعلينا قرآنه بواسطة جبريل عليه السلام، فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل، فاتبع قرآنه، يستمع له. نعم. كما قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي استمع له. فإذا لم يفهم ما هو فيه كان كالحمار يحمل أسفارا. إذا كان يقرأ قراءة لا يفهمها ففي شبه من اليهود الذين يحملون التوراة ولا يفهمونها، يحفظونها ولا يفهمونها، ويقرؤونها ولا يفهمونها. شبههم الله بالحمار الذي يحمل الكتب، يتكلف حملها وهو لا يفهمها. نعم. وإلى هذه المعاني أشارت الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وما اعتل به بعض أصحابنا من الخروج من الخلاف. يعني الجواب أن بعض الحنابلة يقولون يقرأها خلف الإمام وهو يجهر خروجا من الخلاف. يجيب عنه الشيخ رحمه الله: الخروج من الخلاف في هذه الحال غير مشروع، إنما الخروج من الخلاف في مسائل أخرى ما يحصل فيها مضار لا بأس. نعم. وما اعتل به بعض أصحابنا من الخروج من الخلاف ففيه أجوبة: أحدها أن السنة إذا تبينت تعين اتباعها. نعم. ولا نأخذ بالخلاف، ما ننظر إلى الخلاف مع وضوح السنة، نأخذ بالسنة. فقولهم خروج من الخلاف هذا إذا لم يتبين دليل، وإنما اجتهادات من الفقهاء، كل واحد منها يحتمل، له محمل،
ولم يتبين الدليل مع أحدهم فحينئذ يخرج من الخلاف. أما إذا كان الدليل واضحا مع أحدهم فيؤخذ بالدليل. نعم. أحدها أن السنة إذا تعينت أن السنة إذا تبينت تعين اتباعها ولم يقدح في حرمتها خفاؤها على بعض الأئمة، ولهذا نظائر كثيرة. إذا كان بعض الأئمة قال بأنه تجب القراءة في هذه الحالة قد خفي عليه الدليل، ولا شك أن الأئمة يخفى عليهم كثير من الأحاديث، ما هم يحفظون كل الأحاديث وكل، تخفى عليهم أحاديث ما بلغتهم، بلغتهم من غير وجه يصح عندهم، إلى آخر الأعذار التي ذكرها الشيخ في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم. ولهذا نظائر كثيرة، ذكرنا بعضه في باب التيمم. نعم. الثاني أن الخلاف هنا شاذ مسبوق بالإجماع قبله. خلاف في وجوبها على المأموم في حال جهر الإمام خلاف شاذ، الأكثر على أنه لا يقرأ والإمام يقرأ، لا يجهر والإمام يجهر، هذا الذي عليه، بل يكاد يكون إجماعا. فالخلاف في هذا خلاف شاذ لا يلتفت إليه. نعم. أن الخلاف هنا شاذ مسبوق بالإجماع قبله. الثالث أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل إليه، فإن في كل المسائل يخرج من الخلاف، ما كان فيه دليل نأخذ بالدليل ولا ننظر للخلاف، وهذه فيها دليل نأخذ بالدليل. نعم. الثالث أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل إليه، فإن أكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما ينتقص الصلاة، فرعايتهم في الاختلاف أولى. رعاية من لا يرى القراءة حال جهر الإمام أولى من رعاية من يراها، لأن الذي يمنع القراءة معه الدليل، والذي يرى قراءتها ليس معه دليل واضح. نعم. وأما الحديث المذكور فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره. نعم. وقال لا يصح عندنا، وقد وقفه رجاء ابن حيوة على الحديث المذكور. وأما الحديث المذكور، ما هو الحديث المذكور؟ نعلق عليه ولفظه عن رجاء بن أبي حيوة قال صليت إلى جنب عبادة بن الصامت فسمعته يقرأ خلف الإمام، فلما قضينا صلاتنا قلنا يا أبا الوليد تقرأ مع الإمام؟ قال ويحك إنه لا صلاة إلا بها. هذا وين ذكره؟ أنت قرأته في الأول؟ لا، اليوم ما قرأ. ها؟ اليوم ما قرأ. كيف تقول الحديث المذكور وما بعد قرأ؟ ها؟ طيب. نعم. وأما الحديث المذكور فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره وقال لا يصح. اقرأ الحديث أولا. نعم. الحديث في الحاشية يقول ولفظه، أنا قلت لك ما أعلق عليه. نعم. ولفظه عن رجاء بن أبي حيوة قال صليت إلى جنب عبادة بن الصامت رضي الله عنه فسمعته يقرأ خلف الإمام، فلما قضينا صلاتنا قلنا يا أبا الوليد أتقرأ مع الإمام؟ قال ويحك إنه لا صلاة إلا بها. خرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة. وفيه عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال صليت صلاة وإلى جنب عبادة، إلى آخره، البيهقي. نعم. يقول الآن يجي الجواب عن هذا. نعم. يقول وأما الحديث المذكور فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره وقال لا يصح عندنا. نعم. وقد وقفه رجاء ابن حيوة على عبادة وهو أشبه بالصحة، والإسناد الذي أشبه بالصحة أنه موقوف وليس مرفوعا، يعني من كلام عبادة ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو أشبه بالصحة، والإسناد الذي وقفه الدارقطني قد طعن فيه جماعة. نعم. وبالجملة فإسناده لو تجرد عن معارض
لكان مقارب الحال، لكن اختلاف الرواة في الإسناد وقفا ورفعا، ومن وقفه أوثق ممن رفعه. نعم. واختلافهم في رجاله أوجب علة في الحديث مع معارضة الأحاديث التي يعني لو صح عن عبادة رضي الله عنه من كلامه فلا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واختلافهم في رجاله أوجب علة في الحديث مع معارضة الأحاديث التي هي صحيحة. نعم. وبكل حال فما صح في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فمعناه والله أعلم لا تقرأوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال سكتات الإمام لا في حال جهره. يعني يحمل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بقراءة من أمر المأموم بقراءة الفاتحة خلف الإمام على أنه في الصلاة السرية لا في الصلاة الجهرية. نعم. بهذا تجتمع الأحاديث. نعم. وبكل حال فما صح في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فمعناه والله أعلم لا تقرأوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال سكتات الإمام لا في حال جهره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان أو ثلاثة تتسع لقراءة الفاتحة فيها. كان له سكتتان، سكتة إذا كبر تكبيرة الإحرام، والسكتة الثانية إذا فرغ من القراءة وأراد الركوع فإنه يسكت قبل الركوع حتى يرجع إليه نفسه. السكتة الثالثة مختلف فيها، وهي أنه يسكت بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة، وهذه لم تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان أو ثلاثة تتسع لقراءة ثلاثة. نعم. سكتتان أو ثلاث، لأن ثلاث تكون بالتذكير لا بالتأنيث، الثلاث والأربع وإلى آخره هذه تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. عشرة رجال مثلا، عشر نسوة، هذه الأعداد تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، هذه القاعدة النحوية. نعم. تسعة رجال تسع نسوة، سبعة رجال سبع نسوة، خمسة رجال خمس نسوة، أربعة رجال أربع نسوة، ثلاثة رجال ثلاث نسوة. نعم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان أو ثلاث تتسع. نعم. لقراءة الفاتحة فيها فلا يحتاج، يعني تتسع للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه السكتات، هذا في الجهر، هذا في الصلاة الجهرية، فيوزع المأموم يوزع قراءة الفاتحة على السكتات. نعم. تتسع لقراءة الفاتحة فيها فلا يحتاجون إلى القراءة في غيرها، ولذلك قصرهم على الفاتحة لعلمه. نعم. بأن زمن السكتات لا يتسع لغيرها. نعم. بخلاف صلاة السر فإنها تتسع لأكثر من ذلك. خلاف صلاة السر فإن المأموم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، لأن هذا لا محذور فيه، ولأن الوقت يعني السكتات واسعة. نعم. بخلاف صلاة السر فإنها تتسع لأكثر من ذلك، ولهذا قال أبو سلمة للإمام سكتتان فاغتنم القراءة فيهما. نعم. أو لعل هذا يعني لو إذا كبرت تكبيرة الإحرام مع الإمام تقرأ الفاتحة قبل الإمام لا بأس، يتسع الوقت، أو وزعتها على سكتات الإمام أيضا يتسع الوقت. نعم. ولهذا قال أبو سلمة للإمام سكتتان فاغتنم القراءة فيهما، أو لعل هذا كان مقصوده، فرواه بعض الرواة بالمعنى، وبين ذلك وبين ذلك
أن قراءة غير الفاتحة لا تشرع في حال جهر الإمام، مع أنه سنة مؤكدة للإمام والمنفرد، فإذا نهى عن هذه السنة المؤكدة وسقط اعتياضا بالاستماع الواجب جاز أن تسقط الفاتحة الواجبة اعتياضا بالاستماع الواجب، استماع للإمام. نعم. وحمل بعضهم القراءة خلف الإمام على الحال الذي كانوا يقضون ما فاتهم ثم يتابعون الإمام، ثم نسخ ذلك. نعم. فصل. فأما القراءة في حال إصرار الإمام على الحال الذي كانوا يقضون ما فاتهم، وحمل بعضهم القراءة خلف الإمام على الحال الذي كانوا يقضون ما فاتهم ثم يتابعون الإمام، يعني كانوا بالأول إذا جاءوا أثناء الصلاة يقضون ما فاتهم ثم يتابعون الإمام في البقية، ثم نسخ ذلك وأمروا أن يتابعوا الإمام ويقضوا ما فاتهم بعد سلام الإمام، استقر الأمر على ذلك. نعم. ثم نسخ ذلك. فصل. فأما القراءة في حال إسرار الإمام فتستحب. القراءة في حال قراءة الفاتحة للمأموم في حال إسرار الإمام في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية هذا مستحب. نعم. عند الجمهور وليس واجبا. نعم. فصل. فأما القراءة في حال إسرار الإمام هذا الفصل الثالث من الكلام على فقرة المتن. نعم. فأما القراءة في حال إسرار الإمام فتستحب لأنه غير مشغول عنها باستماع، غير مشغول عنها بالاستماع للإمام، فلا يسكت يقرأ. نعم. لأنه غير مشغول عنها باستماع ولا يعني لزوال المعارض. نعم. ولا يشغل غيره عن الاستماع. والسكوت في الصلاة غير مشروع، ما يجوز للإنسان أنه يسكت في الصلاة، لابد أنه يذكر الله يقرأ القرآن، ما يسكت إلا لقراءة الإمام يستمع إليها. نعم. ولأن تلاوة القرآن في الصلاة من أفضل الأعمال فهي أولى بالاستحباب من غيره. نعم. ولأن الإمام إذا أسر يحتمل أنه لا يقرأ لنسيان أو غيره، فلا يسقط الفرض عن المأموم حتى يقرأ لنفسه. نعم. والقراءة في حال الجهر إنما جاءت لأنها تشغل عن الاستماع. نعم. وتوجب منازعة الإمام، وهذا مقصود في الإسرار. وقد روى عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقرأ رجل خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما نعم. وقد روى عمران بن حصين أن الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقرأ رجل خلفه يسبح اسم ربك الأعلى، فلما صلى قال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا. قال قد عرفت أن بعضكم خال جنيها. متفق عليه. هذا في السرية، النبي قرأ الأعلى في صلاة السر وقرأ هذا المأموم، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لم ينكر عليه وإنما سأل من هو الذي فعل هذا ولم ينكر عليه، فدل على أن هذا جائز. نعم. فقال رجل أنا. قال قد عرفت أن بعضكم خال جنيها. متفق عليه. ومع هذا لم ينهه عن القراءة كما نهى عن القراءة معه في حال الجهر. نعم. ولعل هذا الرجل قوى قراءته حتى صار ينازع النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا الرجل رفع صوته حتى نازع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنكار عليه من ناحية أنه جهر بها أو رفع صوته بها حتى نازع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولعل هذا الرجل قوى قراءته حتى صار ينازع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا مجرد القراءة ليس فيه منازعة. كما مجرد القراءة من غير رفع صوت ومن غير تقوية صوت ليس فيه منازعة ولا محذور، نعم، في حال سر السرية، نعم. وإلا مجرد القراءة ليس فيها منازعة، كما لا منازعة في تسبيحتي الركوع والسجود والتشهدين. يسبح الركوع والسجود الإمام والمأموم والمنفرد ويكبرون جميع، ما في مانع هذا، نعم، نعم. وقد تقدم عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وغيرهم القراءة خلف الإمام بما زاد على الفاتحة، وبعضهم كره ذلك في حال جهر الإمام. نعم. فأما كراهة القراءة مع انتفاء هذه المفاسد فبعيد. نعم. وبعضهم كره ذلك لمن يقرأ خلف الإمام معتقدا أنه لا بد من قراءته في صلاة السر. نعم. ومن روى عن الصحابة في ذلك من ومن روي عن الصحابة أو من روى عن الصحابة في ذلك من الترك، فبعضهم أراد به الاجتزاء بقراءة الإمام دون كراهة القراءة للمأموم، يعني في غير الفاتحة، نعم. وقد قال الترمذي: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام، يعني في صلاة السر، نعم. فصل: ويستحب أن يقرأ في صلاة السر بفاتحة الكتاب وسورة كالإمام، يعني المأموم، يستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر الفاتحة وما تيسر معها من القرآن كالإمام، لأنه لا محذور في ذلك، ما في منازعة للإمام وتشويش، نعم. ويستحب أن يقرأ كل اللي يصلون الإمام والمأمون كلهم يقرؤون الفاتحة وبعدها، ولا يشوش بعضهم على بعض في الصلاة السرية، نعم. ويستحب أن يقرأ في صلاة السر بفاتحة الكتاب وسورة كالإمام، وكذلك في صلاة الجهر إن اتسعت السكتات لذلك، نعم، وإلا اقتصر على الفاتحة. فإن كان لا يسمع قراءة الإمام في حال الجهر لكونه بعيدا، هذه مسألة، إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام لمانع منع من ذلك، أما لصممه أنه أصم أو لبعده أنه ما كان هناك مكبرات صوت في الوقت في الزمان الأول، إذا كان بعيدا يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يجهر، لأن المحذور زال وهو منازعة الإمام. ولهذا يقولون يقرأ إذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، أما الذي عنده طرش فلا يقرأ لأنه يشوش على من حوله، نعم، الطرش هو الصمم، نعم. فإن كان لا يسمع قراءة الإمام في حال الجهر لكونه بعيدا لم تكره له القراءة في ظاهر المذهب المنصوص عنه. أي نعم، يقولون وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، نعم، لم تكره له القراءة في ظاهر المذهب المنصوص عنه بل تستحب، نعم، وحكي عنه أنه يكره، أنه يكره يعني حتى ولو كان لا يسمع لبعده، نعم، وحكي عنه أنه يكره لعموم الأمر بالإنصات، نعم، ولقوله لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة، وهذا يشمل البعيد الذي لا يسمع، نعم. والأول أصح لأنه في الأول أصح لأنه لا محذور في قراءته، والمنع إنما هو لأجل التشويش، وهنا ما في تشويش، نعم. والأول أصح لأنه في معنى من لم يسمع قراءة الإمام لسكوته وإصراره، نعم، ولأن الأمر بالإنصات إنما يكون للمستمع، وهذا غير مستمع، ما يسمع لبعده، نعم. وكذلك قوله لا يقرأن أحد منكم معي إذا جهرت إنما يكون لمن يعلم الجهر، نعم،
ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا يبلغ صوت الإمام إلى عامة من فيه. نعم، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده قبل أن ينتشر الإسلام كان مساحته صغيرة، وكلهم يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمعون الأئمة من بعده، فلا يقرأ والإمام يجهر. أما بعد أن اتسع المسجد كما وسعه الخلفاء والأمراء من بعده لكثرة المصلين، ربما أن المتأخرين ما يسمعون الإمام، فلا مانع من قراءتهم لأنفسهم. نعم. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا يبلغ صوت الإمام إلى عامة من فيه، فإن سمع همهمة الإمام أو شيئا يسيرا مثل الحرف بعد الحرف فهل يقرأ؟ على روايتين. نعم، إحداهما لا يقرأ لأنه سامع في الجملة، ولأنه بقراءته ربما خلط على من يليه. نعم، يعني حتى لو ما شوش على الإمام يشوش على من بجانبه. نعم، ولأنه بقراءته ربما خلط على من يليه ممن يمكن استماعه، وربما ارتفع صوت الإمام فسمع أكثر. وهذه الرواية أشهر عنه. فإن كان في الوقت الحاضر وجدت مكبرات الصوت، صار يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لا فرق بينهما، فانتفى المحذور. نعم، وربما ارتفع صوت الإمام فسمع أكثر. وهذه الرواية أشهر عنه. فإن كان لا يسمع القراءة لطرشه وبعده، وروى عبيد الله فإن كان لا يسمع القراءة لطرشه وبعده. طرش هو الصمم يعني. نعم، وبعده. نعم، وبعده هذه انتهينا منها. نعم، وروى عبيد الله نعم ابن أبي رافع قال كان علي يقول اقرأوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر. وإن كان لا يسمع الإمام، هذا تابع الظهر لما قبله، اقرأ اللي قبلها. يقول حفظك الله، يقول في أوله فإن سمع همهمة الإمام أو شيئا يسيرا مثل الحرف بعد الحرف فهل يقرأ؟ على روايتين، إحداهما لا يقرأ لأنه سامع في الجملة، ولأنه بقراءته ربما خلط على من يليه ممن يمكن استماعه، وربما ممن هو أقوى منه سمعا، خلط على من بجانبه ممن هو أقوى منه سمعا يسمع الإمام ولو كان بعيدا. نعم، ولأنه بقراءته ربما خلط على من يليه ممن يمكن استماعه، وربما ارتفع صوت الإمام فسمع أكثر. وهذه الرواية أشهر عنه. فإن كان أشهر عن الإمام أحمد. نعم، وهذه الرواية أشهر عنه. فإن كان لا يسمع القراءة فإن بالفاء أنا مستأنف. نعم، فإن كان لا يسمع القراءة لطرشه وبعده. ثم قال وروى الجواب وين هو؟ الظاهر فيه سقط الظاهر. فإن كان لا يسمع القراءة لطرشه وبعده. وروى عبيد الله، فيه سقط أكيد. نعم، وروى عبيد الله ابن أبي رافع قال كان علي يقول اقرأوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة، لأن الإمام لا يجهر ولا محذور. نعم، رواه النجاد والدارقطني وقال هذا إسناد صحيح. النجاد هذا من أئمة الحنابلة وهو من المحدثين أيضا. نعم، وعن عبد الله ابن أبي الهذيل قال سألت أبي بن كعب النجاد بعضهم يشتبه عليه بالبخاري، يقول البخاري رواه البخاري وهو رواه النجاد، كثيرا ما يقع هذا في التصحيف. نعم. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال سألت أبي بن كعب أقرأ خلف الإمام؟ قال نعم. سألت أبي بن كعب أقرأ خلف الإمام؟ قال نعم. ورواه النجاد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
أنه قرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة. هذا في السرية. نعم. وعن مجاهد سمع عبد الله ابن عمرو يقرأ خلف الإمام. وعن مجاهد سمع عبد الله ابن عمرو يقرأ خلف الإمام في الركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. إيه نعم، هذا السرية لا محذورة في ذلك. نعم. وقال أبو السائب: قلت لأبي هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. نعم. وقال أسامة بن زيد الليثي: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به الإمام. فقال: إن قرأت فلك أسوة برجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تترك فلك أسوة برجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في المسألة يا اختلاف بين الصحابة. نعم. وقال مجاهد: صليت إلى جانب عبد الله ابن عمرو فسمعته يقرأ خلف الإمام. ابن عمرو بن العاص. نعم. فسمعته يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم. لا محذورة في ذلك، في السرية لا محذورة فيه. نعم. وفي رواية: كان ابن عمر لا يقرأ. رواهما سعيد. اكتفاء بقراءة الإمام حتى في السرية. نعم. قلنا: ليس في شيء من الحديث عنهم أنهم أوجبوا القراءة على المأموم. هذا الجواب عما سبق في هذه الأحاديث، ليس فيها أنهم أوجبوا، وإنما فعلوا هذا من باب الاستحباب إذا لم يسمعوا الإمام لبعد أو لسرية الصلاة كالظهر والعصر. نعم. قلنا: ليس في شيء من الحديث عنهم أنهم أوجبوا القراءة على المأموم، وإنما كان بعضهم يستحب القراءة ويراها، وبعضهم لا يستحبها، وبعضهم لا يفعلها، كاختلافهم في الصوم والفطر في السفر. نعم. ولو كانت القراءة واجبة على المأموم وجوبها على الإمام لأفصحوا بذلك وبينوه. نعم. ولم يفسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن قراءة الإمام تكفي المأموم. نعم. وأيضا فلعل من شدد في ترك القراءة لما بلغه أن أناسا يرونها واجبة، حتى إنهم يقرؤون مع جهر الإمام، فبالغ في الإنكار عليهم بأن أمر بتركها بالكلية ليتبين للناس أنها ليست واجبة. نعم. كما أمر بعضهم من صام في السفر بالقضاء لما رأى منه تعظيما للفطر في رمضان وضربا من الغلو في الدين. نعم. اللي يفطر في السفر، الذي يصوم في السفر، إن كان هذا منه لأنه يرى أنه يقدر على ذلك ويقوى على ذلك فلا بأس، أما إذا كان يرى أن الفطر لا يجوز في السفر فهذا غلو في الدين ينكر عليه. نعم. كما أمر بعضهم من صام في السفر بالقضاء لما رأى منه تعظيما للفطر في رمضان وضربا. نعم. لأن بعض الجهال ينكر الرخص الشرعية من باب التشدد، هذا لا يجوز. نعم. لما رأى منه تعظيما للفطر في رمضان وضربا من الغلو في الدين. وكما أنكر بعضهم على من يرى الاستنجاء بالماء لما رأى من محافظتهم على الماء محافظة من يعتقد وجوبه. هي نعم، الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها يكفي عن الماء بإجماع المسلمين، فهذا المتشددين يقول: لا، الاستجمار ما يكفي، لابد من الماء، فينكر عليه، قال: هذا خلاف السنة، خلاف الإجماع. نعم. وكما قال بعضهم: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر، يعني من اعتقد أن ركعتين لا تجزيانه. هذا غلو،
اللي يقول ان صلاة الركعتين في السفر لا تجزي، الذي يقول ان القصر في السفر هو الفريضة ولا يجوز الإتمام، ما يجوز إتمام الصلاة ولا تصح عند بعضهم، هذا غلو، يجوز إتمام الصلاة، وإذا قصر فهذا أخذ بالرخصة، مستحب، الأخذ بالرخصة مستحب، قصرها أفضل من إتمامها، ولكن لا نقول إن الإتمام حرام ولا يجوز. نعم، المقصود أن بعضهم يغلو في أبواب الرخص، إما أن ينكرها وأما أن ينكر على من خالفها، إما أن ينكر الرخص والعياذ بالله ولا يرى القصر في السفر ولا الإفطار في السفر، وإما أن ينكر على من لم يلتزم بها ويراها واجبة، الرخص يراها واجبة، هذا كله غلو. نعم. وكما قال بعضهم صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر، يعني من اعتقد أن ركعتين لا تجزيانه، وهذا كثير في أمورهم، ومن أمر بها فلعله لما رأى من رغبة الناس، من رغبة بعض الناس عن القراءة بالكلية كما يؤمر الناس بالسنن المستحبة. وأيضا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة لأنكر من فعلها على من يتركها، كما أنكر من تركها على من فعلها. والماثور عنهم، نقف عند هذه المسألة. وأيضا، نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل كل الأركان في الصلاة تسقط بوجود الإمام؟ ما دل الدليل على سقوطه يسقط، أما ما لم يدل دليل فلا يسقط، والفاتحة دل الدليل على أنها تسقط عن المأموم، وإن كانت ركنا في الصلاة لكن هذا الركن يسقط عن المأموم لأن الإمام أداه، ما نقول يسقط الركن، لأن الإمام أداه فيكفي عن المأموم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يقرأ الفاتحة خلف الإمام ليخرج من الخلاف ولكن لا يأمر بقراءتها، يقول فما القول في مثل هذا؟ إذا لم يشوش على الإمام ولا على من بجانبه فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخلت مع الإمام وهو يجهر في القراءة وأردت أن أقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، هل أقرأ دعاء الاستفتاح أولا ثم الفاتحة أم يسقط دعاء الاستفتاح في هذه الحال؟ دعاء الاستفتاح ليس واجبا، ليس واجبا، ولكن يقولون تأتي به ولو كان الإمام يجهر، لأن الإمام لا يتحمل الاستفتاح بخلاف الفاتحة، الإمام يتحملها عنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقصود بقراءة الفاتحة في سكت؟ لا، قالوا يستعيذ ويستفتح، يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، لأن الإمام لا يتحمل عن المأموم الاستعاذة والاستفتاح بخلاف الفاتحة، فإن الإمام تحملها عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المقصود بقراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن أقرأها مجزأة أم يشرع بقراءتها مفرقة؟ ما هي مجزأة، مفرقة، تقرأها مفرقة حتى تكملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته للفاتحة يقف عند رأس كل آية، فهل لي أن أقرأ في كل وقفة ما قرأه الإمام من آية سابقة؟ إذا كان السكوت يتسع، نعم، إذا كان السكوت يتسع لقراءتك فاقرأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول: إذا كبر الإمام فبادر المأموم وقرأ فاتحة الكتاب قبل أن يقرأ، فما حكم فعله؟ لا بأس بذلك، يقرأها في سكتات الإمام التي قبل الفاتحة والتي بعدها والتي قبل الركوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الصلاة الجهرية إذا لم يتمكن المأموم من إنهاء الفاتحة وقد بدأ الإمام بقراءة سورة أخرى، يقول: فماذا أصنع؟ هل أكمل أم أصمت؟ إذا جهر فاسكت، ولكن إذا سكت فاقرأ ما تبقى. الإمام بيسكت، له سكتات للنفس، للركوع، له سكتات يمديك أنك تكمل الفاتحة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها، يقول: فما القول فيما يعمله غالب الأئمة الذين يسكتون بعد قراءة الفاتحة؟ هذا يقول من باب الاستحسان، لأجل أن المأموم يقرأ الفاتحة، تمكن من قراءة الفاتحة هو من باب الاستحسان، وإن لم يرد به دليل أو لم يصح به دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها قد تركت الصلوات، قد تركت الصلاة منذ سنوات، هل عليها قضاء؟ إذا كانت تركتها نسيانا أو إذا كانت تركتها نسيانا فعليها القضاء، تعرف أنها واجبة ولكن نسيتها تقضيها. أما إذا كانت تركتها متعمدة، والعياذ بالله، تركتها متعمدة، فإنها تخرج من الإسلام. إذا تعمدت ترك الصلاة حتى خرج وقتها ترتد عن الإسلام، فعليها التوبة والدخول في الإسلام من جديد. أما إذا تركتها جهلا وطال الوقت وصارت صلوات كثيرة سنين طويلة، يسقط عنها ذلك، لأن هذا فيه مشقة عليها أنها تقضي صلوات سنين طويلة، وهي تركتها جهلا، ما تركتها متعمدة، تسقط عنها، لأن الله يعفو عن الجاهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يجلس في صلاة التراويح حتى إذا هم الإمام بالركوع قام وكبر وركع وهو لم يقرأ الفاتحة، هل صلاة مثل هذا صحيحة؟ يعني ما هي بصحيحة، لأنه ترك ركن الوقوف، ترك ركن الوقوف وهو يقدر عليه، إنما يسقط الوقوف عن من لم يدرك، من لم يدرك الإمام جاء متأخرا وأدرك الركوع فقط يركع معه ويسقط عنه الوقوف لأنه فات. أما إنسان يجلس ويتعمد هذا ولا يقوم إلا عند الركوع، ما تجزي هذه الركعة، لأنه ترك ركنا من غير عذر. كان بإمكانه ما دامت الصلاة نافلة، تراويح مثلا أو تهجد، بإمكانه أنه يكبر ويقرأ الفاتحة وهو جالس، لأنه يجوز للمتنفل أن يجلس. أما الفريضة لا، لابد من القيام على الأقل، يقولون بقدر قراءة الفاتحة، لازم من القيام قبل الركوع إذا تمكن منه، إذا تمكن منه لابد منه بقدر قراءة الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الأئمة في الصلاة السرية الركعة الثالثة أو الرابعة يسرع فلا يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة كاملة، سؤاله: هل يأتي بركعة أم يكتفي بقراءة الإمام؟ هو ما عليه قراءة، المأموم ما عليه قراءة واجبة، إنما يستحب له أن يقرأ، فإذا ما تمكن من قراءة الفاتحة لسرعة الإمام فهو ترك سنة، لم يترك واجبا ولا ركنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت المعاصر
حال وجود مكبرات الصوت، لو كان المأموم بعيدا ولن ينازع الإمام لكنه يسمع صوته، فهل له أن يقرأ؟ ينازع نفسه هو، ما يقرأ قراءة مثل القراءة في غير جهر الإمام، ما يقرأ قراءة على المطلوب ويسوش على من بجانبه، فالمحذور موجود ولو بعد عن الإمام. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المصلين إذا انتهوا من التشهد الأخير وقبل سلام الإمام فإنه يسكت، يقول فما حكم هذا؟ يكره له السكوت، لا يا ما يسكت، وإنما يسبح الله، يكبر، يدعو ما يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يدعو إلى أن يسلم الإمام، فرصة له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل صلينا الظهر هذا اليوم وسهى الإمام عن الجلوس التشهد الأول وكان قد استتم قائما فلم يرجع، وجلس بعض الناس ينتظرون جلوسه حتى كبر الإمام راكعا فقاموا وركعوا معه ولم يقرأوا الفاتحة، فما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة لأنهم ما جلسوا متعمدين وإنما جلسوا جهلا، صلاتهم صحيحة إن شاء الله، وقراءة الإمام للفاتحة تكفي لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الدليل على أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب؟ ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، ما علمه، استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمره بالاستفتاح، دل على أنه سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت في السنة أنه يستحب للإمام في الصلاة السرية أن يسمع من خلفه شيئا من قراءته؟ لا، يباح له إباحة إلا إذا كانوا يجهلون قراءة الفاتحة فيجهر بها من أجل أن ينبههم على قراءتها في السرية. نعم. ويقول حفظك الله، وهل هذا الأمر، أو كانوا يجهلون التسبيح في الركوع والسجود يجهر به ليعلمهم، لا بأس. نعم. ويقول وهل هذا الأمر خاص بالإمام أم يشمل المأموم أيضا فله أن يرفع صوته أحيانا ببعض الآيات؟ هذا ما ورد إلا للإمام، ما ورد إلا للإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم ما يسمى بجمعيات النساء، تجتمع مجموعة من النساء على دفع مبلغ معين كل شهر ثم تأخذه واحدة منهن في الشهر الأول والأخر؟ مثل ما عند الرجال، إذا أبيح للرجال أبيح للنساء، وإذا لم يباح للرجال لم يباح للنساء. أنا أرى أنه ما يجوز هذا، لأنه قرض جر نفع، يقرض رفقاءه وزملاءه من أجل أن يقرضوه إذا جاءه الدور، فهو قرض مشروط في قرض فلا يجوز. نعم. بينما بعض العلماء أو كثير من هيئة كبار العلماء أصدروا قرارا بجوازه بالأغلبية، وأنا لا أراه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول عندنا في إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، يقول يوجد عندنا بعض المساجد التي للشيعة وفيها علم خشبي منصوب على هيئة الكف، يقول فيها علم خشبي، علم خشبي منصوب على هيئة الكف، فيه رمز للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، يقول هل يجوز الصلاة في مثل هذا المسجد؟ لا، هذه حسينية، ما يجوز أن تصلون فيها، هذه حسينية، ما يجوز للسني أنه يصلي في الحسينيات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندنا
أشجار بن أوقفها أجدادنا للمسجد الحرام، هل يجوز؟ أشجار بن، أشجار بن، نعم، أوقفها أجدادنا للمسجد الحرام، نعم، هل يجوز أن نأخذها للمساجد المحتاجة عندنا في بلدنا اليمن؟ ما يجوز صرف الوقف إلى غير جهته ما دام أنه يمكن إيصالها للمسجد الحرام، يجب أن تنفذ المسجد الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز نشر وتداول ما يقوله الكفار وما يعملونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إساءة؟ لا يجوز هذا، وإن كانوا يقولون هذا من باب الإنكار، هذا لا يجوز، هذا من إشاعة الشر، ولا يجوز هذا، يجب أنه يكتم ولا ينشر. نعم، ينكر ولا ينشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من يقول أنا لن أعمل إلا الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، ولن أزيد عليها، استدلا بحديث الأعرابي، يقول هل قوله هذا صحيح؟ قوله هذا صحيح إذا قام بالأركان الخمسة على التمام، ولكن هل يزكي نفسه أنه يقوم بها على التمام؟ لا بد يجيه نقص، لا بد يعترف جهل، لا بد، ما يكفي هذا. نعم. حتى الفرائض يستحب بعدها نوافل من أجل تكميلها إذا حصل فيها نقص. نعم، فهو بحاجة، حاجة إلى الواجبات وبحاجة إلى السنن، بحاجة إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مسجد في الحارة، مسجد في الحارة بني بجواره مسجد جديد ملاصق له وانتقلت الصلاة إليه، مسجد في الحارة بني بجواره مسجد جديد ملاصق له وانتقلت الصلاة إليه، هل يجوز أن يحول المسجد القديم إلى مستودع؟ الله، هذا تبع وزارة الشؤون الإسلامية، تراجعون شؤون المساجد وهي تنظر فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن جماعة من المدرسين، نحن جماعة من المدرسين، عندما ينتهي زمن الدرس يكون وقت الصلاة قد دخل قبل مدة، فإذا خرجنا للصلاة في المسجد تفوتنا الركعة والركعتان وربما الصلاة كلها، فهل الأولى بالنسبة لنا أن نصلي جماعة في المدرسة لإدراك فضل الجماعة من أولها، أم نخرج إلى المسجد ولو فاتنا بعض الصلاة؟ كله جائز، إن صليتم في المدرسة جميعا أو خرجتم وصليتم في المساجد المجاورة ولو فاتكم بعض الصلاة لا بأس بذلك، كله جائز والحمد لله، المهم أنكم تصلون مع الجماعة في المسجد أو خارج، أو في المسجد أو في الدائرة، صلون جماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد فضل في شهر ذي القعدة لأنه من الأشهر الحرم، أم أن الواجب فيه تعظيم أمر الله وعدم الوقوع في المحرمات؟ وهل صحيح أن الحسنات والسيئات تضاعف فيه؟ شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، وهو أيضا من أشهر الحج، حج وأشهر معلومة، شهر شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فهو يجتمع فيه فضيلتان، أنه من الأشهر الحرم وأنه من أشهر الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول أنا أفعل أمورا لا تريد والدتي أن أفعلها، أفعل أمورا لا تريد والدتي أن أفعلها، علما أن فيها خير لها وتريحها، ولكنها ترفض هذه الأمور خوفا علي، يقول فما الحكم في ذلك؟
أقنعها فيها في أن ما عليك مشقة وأن فيها نفعا لها، ما أظنها تمانع إذا بينت لها وأقنعتها تفاهمت معها أحسن لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز استعمال توابل أو متبلات فيها نكهة من الدجاج غير المذبوح، دجاج الميت؟ لا يجوز تناول شيء من الميتة سواء كان خالصا أو مخلوطا مع غيره، يعني حرام. نعم. حرمت عليكم الميتة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشتريت جملا بمبلغ 10,000 ريال وسوف أبيعه إذا ارتفع ثمنه الآن أو بعد فترة، سؤاله هل فيه زكاة وكيف زكاته؟ إذا نويته للبيع وقيمته تبلغ النصاب فأكثر تجب فيه الزكاة، لأنه صار عروض تجارة، صار من عروض التجارة. نعم. وعروض التجارة ما أعد للبيع، هذه عروض التجارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص يبني المنازل ثم يبيعها، سؤاله كيف تكون الزكاة في مثل هذا؟ في قيمتها، تكون الزكاة في قيمتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما تفسير قوله سبحانه وآتاكم من كل ما سألتموه؟ هل المعنى أن الله سبحانه أعطى الناس كل ما سألوه؟ هذا هو ظاهر الآية، هو ظاهر الآية. وانت عليك قاصر هالحين، كل شيء متوفر عندك ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه ومن يكسب خطيئة أو إثما، يقول هل هناك فرق بين الإثم والخطيئة؟ من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ثم يرمي به بريئا، هذا لا يجوز، أنك ترمي الأبرياء بذنب غيرهم ما يجوز، هذا تحملهم ما ليس من فعلهم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والآية هذه في سياق الآيات التي أنكرت على المنافقين، لما سرق واحد منهم، سرق واحد من المنافقين استحق قطع اليد، المنافقون حاولوا أن يلصقوا هذه السرقة بواحد من اليهود حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، أن يلصقوا هذه السرقة بواحد من اليهود الأبرياء حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. فأنزل الله هذه الآيات، هذا يدل على عدل الإسلام حتى مع اليهود، أنه لا يجوز أن البريء أنه يؤخذ بجريمة المجرم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجوز هذا، ولو كان ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز أنه يحمل البريء جريمة المجرم، والله منع رسوله من ذلك ونهاه أن يخاصم عن المنافقين ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. فهذا كله في هذه القصة التي هي سرقة من بعض المنافقين، أرادوا أن يلصقوها ببعض اليهود من أجل أن تقطع يد اليهودي ويبرأ المنافق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإمام إذا جلس للتشهد الأخير وقام المأموم سهوا، ثم إذا جلس للتشهد الأخير لكن المأموم قام سهوا
ثم أدرك خطأه فجلس، هل يسجد المأموم للسهو بعد تسليم إمامه؟ لا، ما سهى فيه مع الإمام يتحمله الإمام، إلا إن كان مسبوقا. إذا كان مسبوقا وسهى فيما صلاه مع الإمام فإنه يسجد للسهو، إذا قضى ما عليه يسجد للسهو. أما إذا أدرك الصلاة من أولها مع الإمام وسلم مع الإمام فإن الإمام يتحمل ما حصل منه من السهو. نعم.